أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني وبالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ باستخدام خدمة البث الخلوي لتحذير السكان من المخاطر وإبلاغهم بما يجب اتخاذه من إجراءات لسلامتهم وحمايتهم والتي يمكن من خلالها بث الرسائل التحذيرية إلى كافة الهواتف المتصلة بشبكات الاتصالات المتنقلة، بث الرسائل التحذيرية على كافة مناطق المملكة، تحديد المنطقة الجغرافية المستهدفة لتحذير ساكنيها بوجود حالة طارئة. وتعتبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ إضافة جديدة لمنظومة الخدمات الأمنية لوزارة الداخلية لمواكبة أحدث المستجدات التقنية وتوظيفها فيما يحقق أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.